عايز حضرتك تشرح لي ايه بالظبط نوع الاتفاق اللي حصل بين جورنان المال وشركه سامسونج. ده دي حصل بين سامسونج شركه وجريده المال ابلكيشن كده بينزل على التليفون من سامسونج ابس نفسها. من سامسونج ابس تقدر فيه انك انت تتصفح او تشوف جريده المال اللي هي جريده اسبوعيه بتنزل كل يوم على الجمعه والسبت. تقدر تشوف الاخبار وتقراها كلها من على تليفونك لسامسونج دلوقتي فور فري. يعني فور فري على النوت 4 هينزل على جالاكسي النوت 4 فور فري، هينزل على باقي اجهزه سامسونج كلها فور فري برضو بس ليميتد تايم. تمام، يعني النهارده لما هاجي اشتري النوت 4 هيبقى ضمنيا موجود عليه تطبيق جورنان المال بسهوله. في ابلكيشن اسمه ايز اون ماجازين. ايز اون ماجازين ده اكبر برنامج موجود في كل الصحف العالميه. اول جريده تنزل فيه جريده المال، تنزل اول جريده عربيه على ايز اون ماجازين. ده سبق طبعا لجريده المال، بلس ان هو برده هيبقى موجود على تليفونات سامسونج بس. هيكون شكل الابلكيشن كده بالظبط. هيكون شكل الابلكيشن وتقدر تزوم وتشوف الخبر زي ما انت عايز، وتقدر ترجع الخط على حسب ما انت عايز، تقدر تعرضه على التلفزيون بتاعك لو عندك سمارت تي في. اوكي، وبقلب الصفحات كاني ماسك جورنال بالظبط. كانك ماسك الجورنال بالظبط. والابلكيشن ده بينزل فور فري على النوت 4. هيبقى نازل على النوت 4 فور فري، وهيبقى نازل على كل التليفونات السامسونج السمارت فور فري بس الليميتد تايم وقت معين. طب وبعد كده هيبقى اشتراكه بكام؟ اشتراكه لسه ما عندناش اي خلفيه، ولا عندنا خلفيه برضو ان هو هيبقى اشتراك، بس هتبقى حاجه رمزيه مش هتبقى حاجه كبيره يعني. طب اشتراكه هيبقى بالجنيه المصري ولا بالدولار؟ هيبقى فيه الاثنين، ما عندكش مشكله. تمام جدا، الف شكر.